أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بارئ يا بارئ يا بارئ اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا
أصحاب النار هم فيها خالدون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه خير الراحمين. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ومن فتن الليل والنهار ومن صوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. باسمك اللهم يا دائم يا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يا مميت يا مميت يا مميت والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء ورحمة
شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت وهو يشفين قل هو بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم القدير بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم بسم الله الغفور الرحيم الذي ليس كمثله شيء فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا
يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي بيده الشفاء. بسم الله الذي اسمه بركة وشفاء. بسم الله الذي لا اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت. كلنا جاء وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. إلهي علمك كاف عن المقال، اكفني بحق الفاتحة مقالا، وكرمك كاف عن السؤال، أكرمني بحق الفاتحة سؤالا، وحصل ما في ضميري وهو شفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا الزجاجة كأنها كوكب دري يوخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وإذ صرفنا سيهزم الجمع ويولون الدبر وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق الله.